احنا رانا نطالبوا بثانويه باش يقيموا لنا ثانويه، لان البلديه نتاعنا كما تعلمون البلديه نتاعنا قال البلديات اللي استفادوا من ثانويات كلهم كانوا يقروا عندنا هنا، كانوا يقروا عندنا هنا في البلديه نتاعنا وكلهم استفادوا، البلديات المجاوره استفادوا من الثانويه، احنا علاه ما نستفادوش من الثانويه؟ وحق احنا نستفادوا، عندنا البوبيلاسيون هنا عندنا بزاف، حنا عندنا حوالي 14000 ساكن، وكاين بلديات المجاوره كاين اللي عندها 10000 ولا 12000 ساكن راها استفادت من الثانويه. عندنا 186 طالب اللي راها ديبلاسي يوميا لو فاي فيان في لي بوس. انا خدمت 3 سنين في الثانويه دوك راني متقاعد، كنت مستشار التربيه، ما تشوفش حاله الغبن اللي وصولها اولادنا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان احنا مجتمع محافظ، بما اننا مجتمع محافظ فغالبيه البنات هنا عندنا ما يخلوهمش يواصلوا الدراسه تاعهم. ثالثا عدد التلاميذ اللي ينتقلوا من المتوسطه الى الثانوي يطلع تعداد، مثلا لنفرض فرضا ان طلعوا 40 تلميذ يوصل للنهائي 5 أو 6 تلاميذ، وهذا لظروف تنقل، يعني ظروف اجتماعيه، ظروف معيشيه. نغبنا وسفرينا وكنا خطرش نروحوا ابي ونجوا، ولا ماجوريتي اللي كانوا بغا يقروا ما قراوش على هذا الديبلاسمون. وحنا نتمنوا هذه لا جينيراسيون لها طالعه والتلاميذ اللي راهم طالعين ما يصرالهمش كيما صرالنا حنا، وما ينغبنوش كيما نغبنا حنايا. ورانا نشوفوا باللي بعض العائلات هنايا كاين اللي الولد تاعها يقول لك اودي ما قراش، هو ماشي ما قراش، هو كاين يكون انتيريسي باش يقرا، بصح الديبلاسمون اللي راهي سفري اللي هو كي راه يطلع للثانويه كاين واحد الصوالح اللي هم يصروا ما ينجمش يقولهم الوالدين، ما يتهمش وما يزيدش يقرا. وكاين واحد الاولياء ثاني اللي ما يخلوش بناتهم يقروا وعندهم الحق في هذا الشيء. وهذه المشاكل ماشي غير هما، حتى حنا عانينا منها. انا في 2002 2003 درنا اضراب على هذه الامور تاع الثانويه، علاه؟ الولد هذا لازم به يقرا، لازم يكون كما نقول لكم مركز. المشاكل اولا تاع النقل، دي فوا يجي ماشي عنده اختبارات الكار يطيح اونفان، الكار هذا كاع يكون جديد بصح يطيح اونفان، لا غالب هذا حديد. دي فوا ما يبكرش يمشي منا في الظلمه. البنات تاعنا كذلك، حنا عندنا هنايا فايت 70 بنت ولا 60 بنت كل عام ولا 30 كل عام، بوها يحبسها ما يخليهاش تقرا في تلاها. الكل يعرف باللي البلديات المجاوره لبلديه مزاورو كل بها ثانويات، بداها من الدائره اللي هي التلاها، بالنسبه كذلك المولاي سليسل، كذلك سيدي علي بنيوب، واخرتها الضايا وكذلك تغاليمات. احنا المطلب تاعنا شرعي ونتمنى ان شاء الله يتجسد في ارض الواقع، وان شاء الله باذن الله ليكتب المولى تكون نتائج، لان جميع الاطارات جميع عندنا نسب نجاح كبيره. كاين نقطه مهمه عايز نركز عليها في هذا المقال، انه بيت مزاورو من اعرق البلديات، وحاليا هي بلديه شبه نائيه من جميع الظروف ومن جميع المؤسسات. المطلب هذا مطلب شرعي، مطلب علم لا غير، مطلب عندنا ثانويه. البنات حوالي 65 بنت والولاد بالك فايت 70، شيء قيم غير فاي فيان بزاف ولا لا بزاف. الغالب اولادها ما قادوش مساكين يحوسوا على ثانويه، هذا اللي نحوسوا عليها. الطلبه اللي راهم يتنقلوا يوميا من بلديه مزاورو للثانويه المجاوره دائره التلاق كاين عندنا حوالي 200 طالب. الا غالب البلديه ما قدرش توفر لهم كل النقل، ديجا ما عندهاش عندنا ربع كيران لي بيس هذوك سكولير، عندنا زوج ديجا راهم معطلين وزوج راهم يخدموا، يعني باش يدير شوفير اوليو باش يوصل لي زيلاف تاعه اويتر راه يوصلهم اسيزر دو ماتا، تسمى يدير دو روتاسيون ماشي جاي، يعني تلقى انت باز عندها 14 عام يصبح في تلاغ في ذيك الظلمه على ذاك الجليد يحسن العون. لهذا نطالبوا أن تكون عندنا ثانوي في مزاورو غير باش نولوا كباقي البلديات المجاورة. مستوى البلدية تاعنا هذه راها بلدية قديمة وعريقة، إلى حد الآن بلدية المجاورة قاعدة بلديات وقاعد استفادوا من بلديات إلا نحن مثلا. اليوم إن شاء الله وبإذن الله نطلبوا من السلطات المحلية تشوف فينا بعين الاعتبار. احنا لما يكوننا ثانوي والابناء نتاعنا راهم يعانوا من الثمانينات، هما يعانوا يتنقلوا لتلاغ، كاين الثانويه تاع تلاغ كلها مملوءه بالطلبه من مزاورو. علاش احنا من نطالبوا من الثانويه احنا يمدوا لنا كار؟ احنا ما نسحقوش عافيله، احنا نسحقوا ثانويه باه تكون في البلديه تاعنا.
كاين لا بوف لا ريستوراسيون يعني الاطعام، عامه الاول يمشي بلا بورس تاعه، العام الثاني اذا مثلا كرر السنه يقولوا له خلص. هنا مجتمع الله غالب لظروف ما ما يقدرش يواصل الدراسه تاعه، وبالتالي عندنا نسب النجاح راها تنخفض من عام لاخر. احنا نطلب من السلطات تاخذ هذه النقطه بعين الاعتبار وتساعدنا في بناء ثانويه. احنا نتمنوا هذا المطلب اللي راه عندنا حنايا، ماناش طالبين حوايج كبار، ماناش طالبين حوايج شخصيه، رانا طالبين حاجه الفائده تاع البلديه تاعنا والجيل المستقبل. حنا راهم يقول لك راهم كل ما يهضروا يقول لك اودي ماذا بينا الادمغه ما تروحش، وماذا بينا الناس تتثقف وتقرا، حنا ماذا بينا يديروا لنا ثانويه هنايا باش الناس قاعده تقرا. لهذا نطالب بالمصلحه السلطات المحليه تشوف تنظر بالعين الاعتبار. هذه المطالب تاعنا مطالب مصلحه عامه، ماهيش مصلحه شخصيه، ماهيش مطلبه شخصيه. احنا عندنا التلاميذ تاعنا راهم يعانوا بزاف. احنا وصلنا لدرجه ما قديناش نكملوا الدراسه تاعنا، ما قديناش لا غالب.